نهاركم ابيض بخطين حمر بلون تي شيرت الملكي العريق ابو خطين حمر اللي هيتم الاسبوع ده 111 سنه من العظمه والصمود. حلقه تاني ايام السنه 2 يناير 2022 واول حلقه ليا معاكم في السنه الجديده اللي بنتمناها الحقيقه تكون كلها خير وفرح وانتصارات لقلعه اللعب الجميل مدرسه الفن والهندسه. قبل ما نبتدي موضوعاتنا كالعاده خلوني ارحب بزميلتي العزيزه انجي يحيى. يعني كل سنه وانت طيبه انجي ونهارك ابيض. كل سنه وانت طيبه يا نيرفانا وكل سنه وانتم طيبين جميعا ونهاركم ابيض. وامبارح يا نيرفانا كانت اول حلقه طبعا في العام الجديد كنت انا واحمد وسالت احمد قلت له احمد ايه اكتر حاجه يعني حصلت لك حلوه في 2021؟ ايه اكتر حدث مميز بالنسبه لك؟ وساعتها قال لي ان هو كان بالنسبه له ان هو يطلع معانا في نهارك ابيض كمذيع لاول مره. انا غالبا سالته السؤال ده كمان في اخر حلقه في السنه. في اخر حلقه اكتر حاجه حصلت عجبته فعلا كمان كده. طب قولي لي بقى يعني ما سالناكيش انت ايه اكتر حاجه في 2021 حبيتيها؟ والله انجي ان انت طبعا بقيتي موجوده في حياتي. أوه. انجي والله طبعا واكيد احلى حاجه حصلت لك ان انا موجوده طبعا حياتي. يا جماعه اتمنى تكوني مبسوطه معايا. طبعا مبسوطه جدا جدا انا ونيرفانا مع بعض وزي ما انتم شايفين كنت بتكلم امبارح يا نيرفانا على فكره على الموضوع ده كنت بقول انه احلى حاجه في البرنامج هنا ان احنا فعلا كتيم احنا بنحب بعض قوي وان الحب ده هو اللي بيطلع في الاخر على الشاشه بالشكل دوت. لو احنا في ما بيننا مشاكل او في ما بيننا كتيم مثلا في الاول كده انا وانجي كنا بنطلع ما كناش حابين بعض خالص 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 احنا كناش بنسيق بعض. المهم تعالي بقى ناخد الجماهير بقى والمشاهدين ونروح نتكلم على موضوعاتنا. وامبارح انا اتكلمت انا واحمد في تحديات الزمالك وجمهوره قلت انا واحمد امبارح ان الفتره اللي جايه هتكون فتره صعبه يا جماعه وفتره مهمه جدا ومحتاجين شويه اجتهاد كده وشويه انكار للذات من اللعيبه وعايزين ان احنا نوصل لمنصه التتويج مره ثانيه. محتاجين ان احنا زي ما كنا ابطال الدوري الموسم اللي فات محتاجين نكون كمان ابطال الدوري الموسم ده ونحافظ على اللقب. اوقات كتير جدا بنكون احنا الافضل وبنكون احنا الاقدر لكن في اوقات انا عارفه ان ظروف بتكون معاكسه بيصادفنا شويه سوء توفيق بس محتاجين ان احنا نفضل مركزين. الموسم اللي فات كانت كل ظروف الحياه كانت ضدنا يعني ما كانش في حاجه يعني كان ظروف كانت صعبه جدا وما كانش في حد ممكن يقول ان دي كانت هتكون النهاية ان احنا نكون ابطال الدوري. لكن الحقيقة انه يعني بتعب من الرجالة وبتعب من اللعيبة قدرنا ان احنا نوصل لده. كان عندهم الحقيقة ارادة عالية جدا لعيبة الزمالك كان عندهم ارادة عالية جدا الموسم اللي فات محتاجينها كمان الموسم ده. النهاردة بقى حابة ان انا اتكلم معاكم في موضوع يخص الجهاز الفني بقيادة ماستر كارتيرون. الحقيقة انه اول امبارح كان في ماتش يا جماعة بين الزمالك وبين الاهلي فريق 2006. الحمد لله في الماتش ده احنا كسبنا بنتيجه 3-1. الماتش عجبني جدا بصراحه وكنت مبسوطه جدا بنتيجه الماتش وكان عندي فضول اعرف مين المدير الفني لفريق 2006. عرفت ساعتها لما سالت انه كابتن محمد عمر النور. فريق 2006 يا جماعه فريق يعني اللعيبه فيه كواليتي حلو جدا، كواليتي لعيبه ممتاز، لعيبه فعلا مبشره، كمان معاهم يعني مدرب مخضرم طبعا ومدرب او مدرب كفء، مدرب شاطر جدا. عجبني فكره اهتمام الزمالك بقطاع الناشئين بشكل مكثف، فكره ان احنا نبدا ان احنا نهتم بقطاع الناشئين دي حاجه اتكلمنا فيها في كل السنه اللي فاتت دي اتكلمنا فيها اكتر من مره. يعني فريق 2006 دلوقتي عندهم 15 سنه، المفروض انه خلال السنتين او خلال الثلاث سنين اللي جايين يكونوا مؤهلين ان هم يلعبوا للفريق الاول. دي مسؤوليه كبيره جدا، مطلوب يا جماعه ان احنا نبدا من دلوقتي ان احنا نجهز الفريق ده بشكل كويس. واول حاجه المفروض نشتغل عليها ان احنا نبدا نجهزهم نفسيا. المطلوب ان احنا نجهز اللعيبه دي نفسيا عشان هم كمان كام سنه هيلعبوا باسم الفريق الاول وهيبقوا شايلين يعني المسؤوليه بتاعه نادي الزمالك. فاحنا محتاجين زي ما قلنا ان احنا دلوقتي هم عندهم خلاص فرصه قدامهم كام سنه ويكونوا في الفريق الاول. محتاجين احنا نجهزهم نفسيا ان احنا نلعب على الحته دي ونشتغل على الحته دي. كمان في حاجه ايجابيه عايزه اتكلم عنها وهي ان الجهاز الفني بقى له فتره بدا ان هو يعني يعتمد على مجموعه لاعبين طبعا من فريق 2002 وكان قبلهم في الفريق الاول كمان يعني
اشرك اكتر من لاعب في تدريبات الفريق الاول عشان يبدا ان هو يديهم الخبره الكافيه. وكمان يعني انا شايفه انه بصراحه حل منطقي جدا للتغلب على ازمه ايقاف القيد. اتكلمنا بكتير في الموضوع ده، قلنا انه احنا عندنا ازمه ايقاف قيد، بس احنا ممكن نستغل اللعيبه اللي موجودين عندنا في الناشئين ان احنا نبدا ان احنا نلعبهم واحده واحده في الماتشات البسيطه، الماتشات الوديه، ان احنا نبدا نشرك اللعيبه دي عشان يبقى عندهم خبره الماتشات. احنا دايما من اول ما ابتدينا نهارك ابيض يا انجي واحنا بنتكلم عن الناشئين دول، ودايما بنقول حتى عليهم جمله ان هم نواه المستقبل. يعني احنا قلنا كتير قوي في نهارك ابيض مفيش غير قطاع الناشئين والشباب يا جماعه بنادي الزمالك هو اللي هيشيل الفريق ده خلال الفترات اللي جايه والسنين اللي جايه كمان. مفيش مشكله ابدا انك الموسم اللي جاي تعمل كده زي ما انجي قالت، فتره ميركاتو قوي، لكن لما يكون عندك مخزون استراتيجي عظيم من عناصر مؤهله ان هي تلعب في الفريق الاول زي ما حصل طبعا مع مصطفى محمد اللي مكسر الدنيا دلوقتي في الدوري التركي، قبله كمان كتير جدا يا جماعه لو قعدنا نتكلم بقى طبعا القايمه هتطول مننا. عشان كده انا بقول ان وجود مثلا حسام اشرف، حمدي علاء، عبد الله سيد، نيمار، احمد زكي، حسام عبد المجيد، حسام اشرف، كلهم يا جماعه مستر كارتيرون هيديهم الفرصه واحد ورا الثاني. كمان يا جماعه ما ننساش ان المرحله اللي جايه عندنا تحدي منطقي جدا للجهاز الفني ان هو يجرب اكتر من طريقه، اكتر من لعيب خلال ماتشات كاس الرابطه. يعني انا شايفه ان احنا لو خرجنا خلال فتره التوقف بلاعب او اثنين من فريق الشباب هنكون يعني بالظبط كاننا عملنا صفقه واثنين قويه في ميركاتو، وللاسف الظروف اجبرتنا ان احنا نتحرم منه. فخليني كده اقول ان انا باي طبعا كلام انجي في كل اللي هي قالته، فكره يا جماعه الشباب والناشئين احنا بنبقى محتاجين فترات كتيره قوي تعثرنا يا جماعه، وكان عندنا اصابات وكان عندنا غيابات وكان عندنا طبعا ايقاف، في الاخر لجأنا للناشئين، في الاخر ما حسناش بالغيابات. فهو دايما الناشئين والشباب اللي احنا دايما بنبقى حاطين الامل عليهم، لانه في الاخر الشباب ده بيكبر والناشئين دول بيكبروا وبيتصعدوا كمان للفريق الاول، وبنتبسط قد ايه انه دول ولاد النادي اللي احنا دايما كنا شايفين لهم كده بسيط من الامل، ودلوقتي موجودين في الفريق الاول وبيلعبوا باسم وتيشيرت نادي الزمالك. يعني احنا مش هنروح برضو بعيد يا نيرفانا، خليني اقول لك يعني هو مين باك ليفت الزمالك ومنتخب مصر طبعا الاساسي في كاس الامم الجايه بالكاميرون؟ مين؟ احمد فتوح. يعني احمد فتوح يا جماعه انتاج مدرسه الكوره بالزمالك وانتاج قطاع الناشئين اللي احنا دايما بنطلق عليه منجم الذهب في نادي الزمالك. نفس الكلام برضو مهاجم مصر الاساسي في البطوله مصطفى محمد، مصطفى محمد خريج برضو قطاع الناشئين بنادي الزمالك. الحقيقه ان قطاع الناشئين بنادي الزمالك دايما بيخدم مصر، بيخدم نادي الزمالك، وفكره الاهتمام الزائد بيه زي ما احنا اتكلمنا قبل كده كتير انه ده هينقلنا في حته ثانيه خالص. لسه الزمالك طبعا هيكون لينا كلام كتير عن نادي الزمالك في فقره اقرا الخبر، بس برضو عايزه اخدكم كده واخد توقعاتكم في معجنه النهارده بين ليفربول وبين تشيلسي في مباراه عنوانها مين هيلحق المان سيتي. امبارح طبعا السيتي مع جوارديولا ومع كتيبه النجوم قدروا ان هم يكسبوا ارسنال في اخر دقيقه بنتيجه 2-1 بعد طبعا ما كانوا خسرانين بنتيجه 1-0. سجل رياض محرز اول هدف اللي هو هدف التعادل، في الدقيقه كمان 93 سجل رودري هدف الفوز. عشان كده ماتش النهارده يعني في ستانفورد بريدج مش هيكون ماتش منطقي خالص، ما هيكون ماتش ملوش غير الفوز، فوز واحد منهم عشان يقدروا يكملوا المشوار مع مانشستر سيتي. وطبعا اكيد احنا بنتمنى ان ليفربول هو اللي يكسب، واكيد بنتمنى اكتر ان محمد صلاح هو كمان اللي يسجل. يعني بصي هو اقول لك على حاجه، بغض النظر ان احنا ابتدينا الموسم ده الموسم الاوروبي بالذات، بغض النظر كمان محلي مش متوقع قوي، بس يعني احنا قلنا ان السنه دي مفيش توقعات قوي، يعني حتى لعبه التوقعات يا جماعه ابتدت تفقد رونقها كده، لانه فعلا ما بقاش في اي حاجه مضمونه. بس بما ان انت اتكلمت عن التوقعات، قبل ما اقول لك توقعاتي للمباراه، يعني النهارده يا جماعه عايزه بس قبل ما ندخل في القصه دي في فقره الحواريه هيكون معانا ضيفه من ملوك بقى التوقعات في كل حاجه، يعني هيبقى معانا بقى فقره كده لايت على كل مشاهدينا مع الانفلونسر رشا مراد خبيره الطاقه والابراج والتنميه الذاتيه. هنتكلم معاها عن كيفيه استعداد يعني الافراد النفسي والمهني والاجتماعي للسنه الجديده، كمان جدوه فكره توقعات السنه الجديده هل ليها علاقه بعلم الفلك فعلا ولا لا، ده طبعا في ظل انتشار ظاهره توقعات الابراج، والحقيقه في ناس كتيره قوي بتؤمن بيها وفي ناس كتيره فعلا بتتابع وتفاصيل الابراج. بس بقى ايه، نرجع لمرجعنا تاني يا جماعه للتوقعات اللي على الارض الواقع واللي هي الماتش. توقعاتي التعادل،
1-1 هيسجل صلاح زي ما انجي قالت، او نتمنى ان صلاح يسجل، وهيتعادل صديقي العزيز لوكاكو. ده توقعاتي يعني بمناسبه لوكاكو، وان احنا ملوك التوقعات اكيد هتتكلمي بقى مع استاذه رشا بقى في كل التفاصيل دي حقيقة. وعايزين بقى يعني عايزاكي تساليها لي بقى عن البرج بتاعي، برج السرطان. عايزه برج تاني تسالي عليه ولا حاجه؟ لا لا لا، الجوزاء يعني ممكن الجوزاء، بس الجوزاء مش محتاج برضه، مش محتاج تفاصيل خلاص، مش محتاج توقعات. ده حقيقي مش محتاج، ما ينفعش معاه توقعات، هو كل شويه بيكون رئيس التحرير بتاعنا جوزاء. يا جماعه احمد شوقي جوزاء، بس الصراحه يعني هو من الاستثناء بتاعت قاعده الجوزاء دي حقيقه. يعني بصي، برج الجوزاء برج متعب شويه يعني كتير زي ما احنا عارفين، بس كتير. احنا كمان محتاجين احنا نسالها برضو في توقعاتنا عن الماتشات الجايه، محتاجين نعرف منها بقى، تساليها لنا بقى على الدوري، عن طول الدوري ابطال افريقيا. انت كده محتاجه منجم صح؟ احنا كده داخلين في كل سنه خالص. لا بس حابه تساليها لنا برضو على اللعيبه، عن بالظبط هسالها عن الابراج بتاعت اللعيبه، هل فعلا مثلا لو في واحد اسد مثلا، هل فعلا بيبقى ليه تصرف معين في الملعب، بيلعب بطريقه معينه؟ هندخل كده في تفاصيل اعتقد انتوا هتحبوا ان انتوا تشوفوها. طب قولي لي انت يا نيرفانا، اصلا كشخصيه انت من الناس اللي كانوا زمان بيفتحوا الجنان بقى عشان يشوفوا مجله؟ برضه انت غالبا ما حضرتهاش، ما حضرتيش الجنان. بتحبي الابراج يا نيرفانا؟ جدا جدا. مالها بموضوع الابراج؟ بصي مش فكره يعني، انا ما بحبش مثلا الحظ بتاع مش عارفه ايه، بغض النظر ان انا حظك اليوم بسمعها وبحب ان انا اعرف، بحب اعرف اصلا ليه ده بيتقال، بس بحب اعرف صفات كل برج. بس انا بقى اللي انا عايز اسال كمان طبعا ضيفتنا النهارده رشا مراد، هل بقى لو انا مثلا، انا برج الحمل، لو انا مثلا، ودي مي سالت السؤال دي قبل الهوا، لو انا مثلا متربيه في بيئه معينه وحد تاني حامل برضه ومتربي في بيئه مختلفه، هل هنطلع برضه فينا نفس صفات البرج دي؟ حاجه بجد نفسي فعلا يعني افتكر ان في سمات بتكون مشتركه ما بين بناء على ايه بقى؟ ما هو بصراحه انا ملياش موضوع الابراج ده، فانت لازم تسالي بقى استاذه رشا مراد، يعني ليا في موضوع السمات المشتركه اللي هي المعروفه، هو البرج ده بيكون مثلا ليه صفات كذا او سمات كذا، البرج ده نفس الكلام. طب انت بما انك تعرفي البرج الوحيد اللي زي ما قلت لكم يا جماعه ده امن بيه والله، هو برج الجوزاء. هو فعلا ده منطبق عليه كل حاجه. انت كده تفتكري الكومن سنس ما بين كل الحمل ايه؟ انا والدتي كانت حمل، فانا عارفه انه الحمل بيكون عصبي. اوكي بس طيب هي والدتي كانت عصبيه شويه، والله بنتعصب بنتعصب وننزل على ما فيش يعني، ممكن نقعد نزعق بس والله قلبنا يعني. انا بفكر ابقى معاكم يا جماعه في الفقره دي، هتبسطي قوي، بس هقعد استنيكم بره لما تخلص. دي حقيقة والله فعلا، ان شاء الله المشاهدين كمان يستمتعوا بيها جدا. دلوقتي بقى خلونا نستعرض معاكم كل الجديد على الساحه الرياضيه والزملكاويه والعالميه، وفقره اقرا الخبر. نبتدي فقرتنا اقرا الخبر، وحرص الجهاز الفني للفريق على التواصل مع اللعيبه الدوليين سواء المنضمين لمنتخب مصر او تونس استعدادا لكاس الامم الافريقيه بالكاميرون المقرر ليها الشهر ده. وياتي ذلك ضمن سياسه الجهاز الفني بقياده كارتيرون المتبعه بشكل دائم للوقوف على كافه التفاصيل الخاصه بهم، كمان طالبهم الجهاز بالتركيز وتقديم افضل مستوى والظهور بشكل ممتاز. كمان قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالتواصل مع إدارة الزمالك عن طريق جهاز الإداري من أجل طبعا التأكيد على موعد وصوله للقاهرة قادما من دبي. طبعا كان بيقضي أجازته هناك بسبب فترة الراحة السلبية الحالية للفريق. كمان أكد كارتيرون للجهاز الإداري أنه هو هيصل إلى القاهرة يوم 5 يناير الجاري طبعا عشان يرجع يقود التدريبات يوم 6 بعد انتهاء فترة الراحة السلبية، وكمان استعدادا للفترة المقبلة. كلف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني مدحت عبد الهادي المدرب العام وامير عزم مجاهد المدرب المساعد بمتابعه قرعه بطوله كاس الرابطه، واللي من المقرر ان تتم بكره الاثنين كما تم الاعلان عنها، حيث سيقوم مدحت عبد الهادي وامير عزم مجاهد باعداد وتجهيز تقارير مفصله عن الانديه اللي هتكون في مجموعه الزمالك، وده للوقوف على مستواهم والامور الخططيه الخاصه بهم حتى يستعد الفريق بافضل شكل لمواجهتهم.
يخوض محمود عبد الرازق شيكابالا صانع العاب وقائد الفريق برنامج تاهيلي مكثف خلال الفتره الحاليه بشكل منفرد رغم حصول الفريق على راحه سلبيه تنتهي يوم 5 يناير الجاري. ياتي ده حتى يكون على اتم جاهزيه بدنيه استعدادا للمشاركه في التدريبات ومن ثم المباريات الرسميه خلال الفتره اللي جايه، وده بعد انتهاء فتره الايقاف الخاصه به بشكل نهائي واصبح متاح للتواجد في الماتشات وفقا لرؤيه الجهاز الفني بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون. خلونا نرجع مره ثانيه للبريمير ليج، وزي ما قلنا في الانترو مانشستر سيتي دلوقتي بينفرد تماما بقمه المسابقه طبعا بعد فوز ولا اغلى على ارسنال في ملعبه بهدفين مقابل هدف في الجوله ال21 طبعا من عمر المسابقه. على الرغم من ان التقدم طبعا كان من نصيب الجانرز في الدقيقه ال31 من احداث الشوط الاول طبعا عن طريق بوكايو ساكا، لكن الامور اتغيرت شويه بعد الشوط الثاني بعد ضغط الحقيقه مكثف من المدرب جوارديولا واللي سجل من خلاله هدف التعادل عن طريق ركله جزاء سجلها الجزائري رياض محرز. طبعا سجل ركله الجزاء دي في الدقيقه 57 قبل النهايه بثواني بالتحديد في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضايع خطف راضي هدف الفوز القاتل طبعا لمانشستر سيتي. الغريب بقى في كل ده انه قام بالاحتفال بهدف الفوز بان هو قلع التيشيرت بتاعه طبعا امام جماهير ارسنال في حركه اعتبرتها جماهير الجانرز انها حركه استفزازيه شويه، وقامت طبعا بالقاء الزجاجات على راضي في رد فعل الحقيقه يعني رد فعل عنيف جدا من الجماهير مش الحقيقه مش معتادين عليه في اجواء البريمير ليج يعني. اما عن تصريحات مدرب الفريق الاسباني باب جوارديولا قال بعد المباراه في المؤتمر الصحفي ان هو بيهني اللعيبه على هذا الفوز المثير وانه استطاعوا تحقيق الفوز في 11 مباراه متتاليه رغم الظروف الحقيقه الصعبه اللي بيمر بيها طبعا الفريق من اصابات بقى بفيروس كورونا، وان هو كان طبعا متواجدين على الدكه 4 بدلاء فقط. قال كمان جوارديولا ان ارسنال كان اكتر جاهزيه وكان اكتر راحه من مانشستر سيتي، وان هم حصلوا طبعا على راحه لمده 6 أو 7 أيام من مباراتهم الاخيره اللي كانوا بيلعبوها امام نوريتش، وان هم بس مانشستر سيتي خد يومين راحه بس. استكمل طبعا كلام عن ارسنال قال ان هو ظهر بشكل افضل خلال المباراه وان هو هناهم على الاداء الرائع ليهم طبعا، وان هم يعني مانشستر سيتي بيواجه فريق عانى كي يصبح بين الاربعه الاوائل واكيد قصده على ارسنال. تفتكري زي ما احنا قلنا المسابقه هتبقى ماشيه زي احنا لغايه دلوقتي احنا مش عارفين الشكل النهائي، وقلنا قبل كده ان البريمير ليج ممكن ما نبقاش عارفين الفائز غير في اخر لحظه. ده حقيقي. انا بالنسبه لي ما فيش فعلا توقعات خالص في الحته الاوروبيه سواء بقى البريمير ليج او ايا كان، فيعني موضوع مفاجئ وانا متاكده ان هيكون في مفاجآت كتير جدا جدا ليه. دلوقتي بقى تعالوا نروح نظبط ساعتنا مع بعض ونتعرف على مواعيد ابرز ماتشات النهارده قبل ما نروح فاصل سريع جدا نرجع نستكمل منه فقرات نهارنا ونهاركم الابيض. اهلا بكم من جديد وفقره نبض ميتعوبه. بس قبل ما ندخل في اخبار نبض ميتعوبه، هو دلوقتي في مؤتمر شغال طبعا كارلوس كيروش قال تصريحات كتير هو لسه بيقول، بس خلينا نتابع معاكم لحظه بلحظه. اول حاجه هو اتكلم عن ان هو بيوضح للجماهير والمشاهدين ان هو ما فيش بند في تعاقد مدرب مع اي منتخب بيؤكد او بيضمن اللي هو الفوز بالبطوله، وقال ان هدفه لما تعاقد مع منتخب مصر هو التاهل لكاس العالم 2022، وقال ان يا ريت الناس
تاخد بالها من حاجه زي دي. كمان ذكر ان هم لما رجعوا من قطر هو ما كانش اصلا متاكد ان كاس امم افريقيا او كاس افريقيا هتقام بالفعل، فهو بس تحسبا لاي حاجه هو حط ثلاث برامج، واقامه المباراه تم الاعلان عنها من قريب. فهو اتفاجئ بفكره كاموري او مباراه الاهلي وبيراميدز اتاجلت، فهو كان مضطرب وقال ان هو الناس كلها مضطربين بحاجه زي دي، وان هو ما كانش عامل حسابه على حاجه زي دي، اتفاجئ بمعنى اصح. فهو بيقول برضو للناس او بيلوم المشاهدين بشكل او باخر ان هو المفروض يعمل ايه. كمان برضو كان في كلام عن استبعاد طارق حامد وقفش. طبعا احنا كنا اتكلمنا كذا مره عن موضوع استبعاد طارق حامد وطلعنا قلنا محتاجين رد من مستر كارلوس كيروش. الحقيقه ان هو رد عن فكره استبعاد طارق حامد وكمان استبعاد قفشه، وقال ان هو بعد خبره 40 عام في مسيرته طبعا درب خلالها منتخبات كتير، وقال ان الفريق اهم من اللاعبين. قال كده بالنص، قال اهم الفريق اهم من اللاعبين، وقال ان هو بيحاول ان هو يلاقي افضل حلول للفريق وانه افضل مجموعه من اللاعبين. طبعا هي مسؤوليته ان هو ان هو يختار افضل فريق، عشان كده كان فكره اختيار اللاعبين لتكوين لاعب واحد هو الفريق. طبعا بيتكلم عن الفريق وما بيتكلمش عن لاعب بعينه، وما ذكرش اسم يعني لاعب معين. كمان اتكلم عن كيفيه اختياره للعيبه، وقال ان ان هو تابع اللعيبه وعمل معسكر طبعا من سبتمبر الماضي، وقال ان هو درس كل التفاصيل عن اللعبة وان هو كان عنده تقارير طبعا بتخص كل شيء عن اللاعبين وعن مستوياتهم وعن المنتخب. وطبعا وفقا للقواعد كان عليه ان هو يختار 40 لاعب في البدايه، وطبعا هو قال ان هم اعلنوا عن القائمه المبدئيه للمنتخب طبعا للعيبه المنتخب وال40 لاعب، وقال ان هو عارف ان حجم المنافسه في كاس افريقيا يعني حاجه كبيره جدا، وبيتكلم كمان عن مستوى المنافسين والمنتخبات المشاركه، وان احنا هنواجه فرق قويه ومنتخبات عندها العديد من اللاعبين في اوروبا، 24 لاعب يستطيعون حسم المباراه واتخاذ القرار في الملعب قبل لاعبين اخرين. كمان ناقشنا كل شيء في الجهاز الفني، وكان علينا اختيار لاعبين بيمثلوا فريق متناغم ومتناسق وعنده عقليه قويه عشان يقاتل على الفوز، وكان عليه ان هو يتخذ القرار. طبعا ده كان رده بما يخص طارق حامد اللي انا شايفاه. وكمان فكره ان هو لما استبعد مروان حمدي بعد كده رجعه تاني، غالبا كمان كان في لاعبين تانيين بس انا مش متذكره مين دلوقتي اللي استبعدهم ورجعهم تاني. ده كان رد، بس كان رد دبلوماسي شويه. هو بيحاول يعني يمسك العصايه من النص، بيحاول يفهم، وبرده بشكل او باخر بيقول، بيحاول يوصل للجماهير ان انتوا سيبوا لي انا الطلعه دي، يعني سيبوا لي انا اخد القرارات. حاجه ثانيه يا جماعه، ان هو بيقول ان هو بعد توقف الدوري يوم 25 هو بيستعد ليه بالبرنامج الحالي اللي هو حطه. المعسكر هيبتدي يوم 2 يناير واللي هو النهارده، اللعيبه المحترفين في اوروبا هيوصلوا بكره وهم هيتدربوا حتى صباح الجمعه. وكمان هو قال ان قبل كل تمرين يمكن او يعني هيتاح لثلاث لعيبه ان هم يتكلموا مع الاعلام. خلينا نقول بقى كمان، ما احنا ذكرنا موضوع الجماهير او المشاهدين اللي بيتدخلوا او بيقولوا ليه انت بتعمل كده. هو بيقول ان احنا مش المفروض ان احنا نرد على الاسئله دي، و فكره كمان ان احنا اشمعنى اخترت عمرو السوليه، وطبعا القصص اللي بتتقال على عمرو السوليه وطارق حامد، وان انت عمرو السوليه عندك مصاب فانت هتعمل ايه، فانت محتاج يكون عندك مخزون او بديل لحاجه زي دي. فهو بيقول ان هو مش المفروض ان هو يرد على حاجه زي دي. ويتكلم بقى عن فكره برده عمر مرموش ومحمد صلاح محمود تريزيجيه، هو بيقول ان هو بيؤمن بالناس اللي هو اختارهم، وانه عايز 25 لاعب يستطيع ان هم بناء فريق قوي ومتماسك وبيقاتلوا من اجل الفوز. هو بيقول هو محتاج لعيبه جاهزين ان هم يقدموا الاجابه الصحيحه خلال 4 أو 5 أيام. وختم تصريحاته او كلامه ان هو بيقول انا كمدرب اتحدث في الملعب، كمان كلاعب او كمدرب، يعني هو بيقول ان هو بيتكلم كمدرب وكلاعب كمان، وباذن الله اثق ان هذه قائمه قادره على تقديم افضل اداء في البطوله، وان هناك لعيبه في قائمه احتياطيه قد نستعين بيهم. لكل شخص مطلق الحريه في قول رايه، ده بياكد كلامي ان هو يا جماعه اتفضلوا قولوا، بس هو شايف في الاول وفي الاخر ان القرار ليه، ويمكن ابتدى الحمد لله، يعني ده اللي احنا كنا محتاجين نسمعه من الاول، ان هو ابتدى يبرر او ابتدى يشرح شويه. هو لحد دلوقتي ما شرحش فكره عدم وجود طارق حامد ايه، بس هو اتكلم
كجنرال كونسبت شويه، وقال ان هو يثق في القايمه اللي هو اختارها وان هي اللي قادره على تمثيل منتخب مصر. هو دي يعني التصريحات، اهم التصريحات اللي قالها لحد دلوقتي. لو في اي حاجه تانية مهمه اتقالت اكيد هنتابعها مع حضراتكم. دلوقتي بقى نروح لاخبار نبض ميت عقبه. وفاز فريق البراعم لكره القدم بنادي الزمالك مواليد 2009 بقياده ايهاب رفاعي المدير الفني على ضيف العياط بتسع اهداف دون رد في المباراه اللي اقيمت امبارح على ملاعب الناشئين بالنادي ضمن منافسات الجوله الثامنه لدوري الجيزه. احرز اهداف الزمالك كل من احمد صفوت اربع اهداف سوبر هاتريك، ووجيه احمد واحمد ابراهيم بواقع هدفين لكل لاعب، ويوسف الجرار. كمان فاز فريق مرتبط كره اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 على نظيره سموحه بنتيجه 36-33 باللقاء اللي جمع الفريقين امبارح يوم السبت على ملعب الاخير ضمن منافسات الدور الثاني لبطوله الجمهوريه. كان الفريق طبعا قد فاز على اصحاب الجياد بنتيجه 40-30 في الجوله السابقه اللي جمعتهم يوم السبت الماضي بالصاله المغطاه بالنادي. بتضم كمان مجموعه الزمالك فرق سموحه طلائع الجيش واصحاب الجياد، ومن المقرر أن يلاقي مرتبط اليد نظيره الشمس بالجولة المقبلة من الدور نفسه النهاردة يوم الأحد في تمام الثامنة مساء بملعب المنافس. دلوقتي بقى ميعاد إن احنا نروح على مدرجكم الافتراضي الشارع الأبيض. اهلا بيكم من جديد في الشارع الابيض. بصوا احنا هنا عموما في نهارك ابيض بنحب قوي الفانتازيا، بنعشق الاسئله اللي هي الافتراضيه، بنحب كده ان انت تسرح معانا شويه بخيالك لما نسالك اسئله خياليه تجاوب علينا بقى بشكل عشوائي يعني على طبيعتك من غير حتى ما تفكر يعني في السؤال او في اجابه السؤال. دي غالبا بتكون اصدق واحلى اجابه ممكن نسمعها منك. يعني كمان نيرفانا عايزه بقى اكلمك في حاجه، انه الحقيقه ان السنه اللي فاتت دي يعني مثلت تحديات كبيره جدا لفخر العرب محمد صلاح. الحقيقه انه السنه دي شهدت بدايه صعبه ليه طبعا بتراجع جماعي لليفربول، شاله محمد صلاح على كتفه طبعا لوحده في غياب ابرز نجوم الفريق، قدر ان هو يصعد بالرادز لمركز مؤهل لدوري الابطال طبعا قبل ما ينهي العام الحقيقه بشكل يعني بشكل ولا اروع، خلى ناس كتير جدا جدا حوالين العالم كله يشوفوه ان هو الافضل حاليا يعني في عالم طبعا كره القدم، ويشوفوه افضل لعيب في العالم. دي حقيقه، وطبعا احنا بنحب محمد صلاح جدا، جمهور الزمالك كله بيحب محمد صلاح وبيقدر صلاح، عشان كده كان من ضمن اهم اسئلتنا الخياليه الكوميديه كده للشارع الابيض هي يا ترى لو انت هتبدل حياتك مع محمد صلاح لمده يوم هتعمل ايه في انجلترا؟ تعالى كده نشوف جمهورنا المبدع قال لنا ايه ونرجع لكم تاني. عامل ايه؟ الحمد لله. باتيه ليه واحده بعد التصوير؟ حاضر انا اتنين. اخبارك ايه يا نجم؟ محمد صلاح اخباره ايه معاك؟ انت بدات؟ والله العظيم بيلعب فين محمد صلاح؟ الليفر. باقي سليمان. والله بجد في لجنه هنا، لجنه رخص فوزه. لا في حزام. متابع صلاح طبعا؟ طبعا محدش مش في حد مش متابعه اصلا. لو انت بقى هتبدل حياتك مع صلاح يوم، انت هتقعد في انجلترا وهو هيجي مصر، هتعمل ايه هناك؟ لو انا هبدل حياتي يوم يوم هتعمل ايه في انجلترا؟ طبعا مش هقدر اعمل اللي هو بيعمله. انت هتعمل ايه؟ هكون سعيد برضه. هتفسح يعني هتفسح يوم هتفسح يوم اتمرن يوم واشوف هو كان بيعمل هو يوم لازم اعمل فيه كل حاجه. مش هقدر. هو هيعمل ايه هنا؟ هو هيعمل ايه هنا؟ هو هيعمل حاجات كتيره، هو هيعمل حاجات كتيره طبعا. البلد هتعمل له حاجات كتيره، ده باسمه بس كده، مجرد ان هو يقول ان هو نازل هنا خلاص الدنيا تتفتح له. مش هعمل اي حاجه، انا هعيش باشا زي ما هو عايش باشا كده. لا بس عايش باشا؟ طبعا. والله هتعيش باشا هناك بس كده. باشا يعني هتعمل ايه؟ اعمل ايه كرويا ولا يوم؟ هو يوم حياته، عايش يوم هناك في حياته، حياه محمد صلاح. البس الكمامه بقى عشان اعرف اتعايش، هو مش عارف يعمل اي حاجه. بتروح الجيم؟ انا طب هو هيجي مكانك هنا الجيم؟ يجي مكان. يا سلام، هتعرف تجيبه؟ والله انا عندي مشكله. هعمل اللي هو بيعمله لان هو ملتزم وبيصلي وعارف ربنا وده اللي كرمه بس. هتعمل كده؟ والله ذمتك؟ والله ما انا معايا كل حاجه، معايا خيرات ربنا، اعمل ايه تاني اكتر من كده؟ هو لو جه هيعيش مكانك هنا؟ لو هيستحمل يجي. ما بعرفش العب كوره. هتعمل ايه هناك طيب؟ ما بعرفش العب كوره. طب هتعمل ايه تاني غير بيعمل؟ هو بيلعب كوره وبعدين بيروح يروح هلف كده واتبسط في البلد وخلاص. وهتسيبك من الكوره يعني؟ اعتزلت؟ هتعتزل هناك؟ عايز يوم واحد انا هنقي يوم ما فيهوش ماتشات.
هو يجي اليوم اللي فيه ماتش ولا لا؟ اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه طيب؟ طب هو لو جينا هيعيش هيعمل ايه مكانك؟ هيعيش حياتك ايه؟ يا نهار ابيض ده هيتبهدل قوي. باتيه هيجيب باتيه هيجيب باتيه بعد في ليفربول ده كله يجي يجيب باتيه؟ لا لا حرام. يعني على الاقل مثلا اتشير زي و يعني اجيب فلوس زي ما هو بيعمل كده، الواحد يعيش بقى عيشه حلوه بقى. الله اكبر. طب هو لو هيجي مكانك اليوم مكانك بقى هو هيعمل ايه مكانك؟ لو اجي مكان يوم لا انا بحب اداء محمد صلاح احسن باللي هو فيه احسن يعني. اروح الجيم اقضي اليوم كله في الجيم. يوم واحد في الجيم. هو لو جه تغذيه وتمرين. طب هو لو جه مكانك هنا يركب العجل هجتهد زي ما هو اجتهد وهلعب وهدف واكون قد المسؤوليه ان شاء الله. يعني هو لو هيعيش مكانك يوم هنا بقى هيعمل ايه؟ هيعمل اللي انا بعمله دلوقتي. تعمل ايه؟ ما انا بجتهد في نادي الزمالك عشان اطلع لعيب كوره ان شاء الله. يعني انجلترا بقى وهقضيها بقى في انجلترا. هتقضيها تعمل ايه؟ احنا على الهوا خلي بالك. عيش عيشته ولا العب لعبه؟ هتعيش عيشته. هتعمل ايه؟ انجلترا تدرب جمال اكيد طبعا. هنزل التدريبات الجيم الكلام ده كله حاجات كتير. تقول انت انا عارف والله العظيم عارف حاجات كتير. طب لو عايش مكانك هيشتغل؟ انا شغال دلوقتي انا موظف في الكهرباء. يجي يشتغل مية مية. الكهرباء الكهرباء انا هخرب الدنيا. هتخرب الدنيا. طب هو لو عايش مكانك هنا هيرتاح برضه؟ برضه هيرتاح. يعمل ايه يعني؟ كفايه ان انا في وسط اهلي ووسط اصحابي. طبعا تقرير لو هتبدل حياتك مع محمد صلاح في انجلترا لمده يوم ده كان من احلى التقارير اللي عملناها في نهايه 2021. والحقيقه ان احنا طبعا رغبه بناء على رغبه المشاهدين بنحاول ان احنا اليومين اللي فاتوا واليومين الجايين دول نعرض لكم احلى التقارير اللي احنا عملناها في 2021. الحقيقه ان احنا عملنا تقارير كتير جدا، لقاءات كتير جدا كانت حلوه ونالت اعجابكم. هنحاول نعرض لكم احلى التقارير واحلى كمان اللقاءات خلال الفتره اللي جايه. تعالوا بقى دلوقتي كده نشوف الكوميكس الحلوه اللي بعتوها على هاشتاج نهارك ابد. شوف الكوميكس اللي عملته لنا عشان بدايه السنه، عملته حاجه ولا لا؟ تعالوا نروح نشوف ونرجع تاني. دلوقتي بقى ميعاد موضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن امكانيه وجود علاقه ما بين الابراج وسمات شخصيه لاعب الكره. تعالوا كده ناخد اراء جمهورنا على السوشيال ميديا ونبتدي بمين. البدايه من عند عبده محمد بيقول صباح الورد والياسمين على ملكات الشاشه الجميلات ان جي ونيفو. شكرا يا عبده. بيقول طبعا انا ما اعرفش غير برج القاهره وبرج خليفه وبرج ايفل، واكيد ليهم تاثير كبير على نفسيه اي لاعب بما انهم ابراج سياحيه ودي بتحسن الحاله النفسيه والمزاجيه لاي حد. اما عن الابراج الثانيه دي ما اعتقدش بيها. صباحكم ابيض وبدايه جميله معاكم لعام جديد، يا رب يكون استقرار وسعاده لنادينا وجمهورنا العظيم. تحياتي للبرنسيسات انجي ونيبو. يعني شكرا يا عبدو. والحقيقه ان في ناس برضه نرفزة زي ما قلت لك مش بتآمن شويه بقصه الابراج. هو جاب ابراج تانية خالص. يوسف حسن صباح الورد عليك يا نيرفانا، صباح الفل عليك يا انجي. علاقه سمات اللعيبه بالابراج علاقه كبيره وليها تاثير كبير، وفي لعيبه بتهتم بخبر ابراجهم ودي حاجه حلوه لان هم بيتفائلوا وبيكون عندهم الثقه العاليه وبيخشوا المباراه باريحيه، بتديهم دفعه يكسبوا ويقدموا ما لديهم، وهذه سمه من سمات اللعيبه. دايما متالقين على الشاشه وانا من الناس اللي بحبكم جدا جدا. شكرا يا يوسف.
مصطفى صادق برضه بيقول نهارك ابيض نيفو، نهارك ابيض انجي. اشمعنى الناس بيدلعوكي انت يا نيرفانا؟ ماشي، بس عشان يمكن اسمك صعب شويه. طويل قوي يا انجي. في لعيبه كتير اعرفهم بيهتموا بمتابعه خبر ابراجهم، خصوصا قبل المباريات المهمه، لانهم بيتفائلوا بكده وبتتوقف على شخصيه كل لاعب. اكيد الموضوع ده بيتوقف على شخصيه اللاعب اذا كان بيؤمن بالابراج ولا لا. عبد الحفيظ السبعاوي، صباح الخير عليك يا نيرفانا، وصباح الفل عليك يا انجي، ونهاركم ابيض بخطين حمر، وكل سنه وانتم طيبين، وكل شعب مصر طيب وبالف خير. انا لا اؤمن بالابراج وتاثيرها على لاعب الكره او اي انسان عادي، لكل لحاله لاعب الكره او الظروف المحيطه، لان حاله لاعب الكره والظروف المحيطه هي اللي بتاثر على حالته في الملعب او خارجه. ده رايي. سنه حلوه وجميله على كل الزملكاويه، نهارك ابيض. عندي مشكله مع الناس اللي بتغلط في الامله، بجد بتبقى صعبه قوي. كرم برضو بيقول صباح الخير والسعاده يا نيرفانا، صباح الهنا والسرور يا انجي. اكيد طبعا بعض اللعيبه بتحب تشوف ابراجها وتطمن على حظها وشخصيتها عشان يرتاحوا ويرفعوا من روحهم المعنويه والنفسيه في المباريات. اما بالنسبه للسمات حسب كاريزمه كل لاعب، دائما متميزين وكل سنه وانتم طيبين، احلى برنامج في مصر. طبعا زي ما قلنا الموضوع ايه متعلق شويه يعني بيبقى يكون في سمات شويه لكل لاعب، اكيد هنعرف تفاصيل اكتر مع استاذه رشا مراد. بس الحقيقه ان دلوقتي حابين ان احنا نفكركم بذكرى جميله جدا جدا. الحقيقه ان الذكرى دي من 80 سنه يا جماعه. وقتها يوم 2 يناير سنه 1942 فاز الزمالك على الاهلي بنتيجه 6-0 في مباراه لا تنسى وذكرى لا تنسى زي ما قلنا من 80 سنه في دوري القاهره بالتحديد. فطبعا احنا بنحب كده نفكركم بالمناسبات السعيده من حين لاخر، وكل مناسبه طبعا واحنا مع بعض، وكل سنه واحنا مع بعض، وكل ذكرى واحنا مبسوطين مع بعض. دي طبعا صور، دي كانت صور اللعيبه اللي كانوا مشاركين اكيد في المباراه، كابتن يحيى امام، كابتن سعيد العربي، ومصطفى كامل. كلهم نجوم يعني الحقيقه واساطير، يعني نجوم كبار جدا ولعيبه كبار. كابتن حسن حلمي كمان موجود في الصوره، كابتن عبد الجليل، كابتن عبد الجليل صقر الحقيقه، كابتن عبد الكريم صقر. يعني الحقيقه انه لعيبه كتير اكيد مش هننساهم، واكيد محفورين في ذاكره كل محبين نادي الزمالك. اكيد كانت مباراه مهمه وذكرى كمان مهمه زي ما قلنا، فوز الزمالك على الاهلي بنتيجه 6-0 من 80 سنه في دوري القاهره سنه 42. دلوقتي خلونا نروح فاصل سريع جدا، هترجع لكم بعدين نيرفانا فقره سهم وقوس، اكيد هيكون منورنا فيها النهارده ضيفتنا العزيزه استاذه رشا مراد خبيره علم الطاقه والابراج والتنميه الذاتيه. فقره ما ينفعش تفوتكم عن برجك هذا العام، وزي ما قلت لنيرفانا لازم تسالي عن برجي ووسطها على كام حاجه. انا اصلا بحب برجك، يعني برج السرطان ده بالنسبه لي برج السرطان من اقرب الابراج لقلبي يعني. يعني الحقيقه اني ما شفتش حد معترض على برج السرطان، هو عشان هو لا بيهش ولا بينش. لا بيقش وبينش، بس برج ضهر. انا بحبه الصراحه كده كده. المهم لازم تسالي عنا عن كل ابراج، عن كمان ابراج اللعيبه، واكيد كلنا قاعدين بنتفرج على الفقره دي سهم وقوس بعد الفاصل، استنوني. اهلا بيكم من جديد، وصلنا لاخر فقرات برنامجنا كالمعتاد فقره سهم القوس. مع بدايه كل سنه بينتشر بقى كلام عن الابراج، مين اكتر برج محظوظ السنه دي، ومين اكتر برج هيمر عليه سنه صعبه او سهله، اي هما اقرب يعني. طب هل بقى انتمائنا لبرج بعينه اساسا ليه علاقه فعلا بشخصيتنا ولا لا؟ وبالنسبه بقى كمان للعيبه الكوره، يا ترى في علاقه زي ما طرحنا عليكم ما بين برج اللعيب وشخصيته جوه الملعب وبره كمان؟ اسئله كتيره قوي الحقيقه محيرانا، ونفسنا ان احنا نلاقي اجابه عليها. عشان كده استضفنا لكم بقى في نهارك ابيض النهارده الاستاذه رشا مراد خبيره الطاقه والابراج والتنميه الذاتيه في فقره استثنائيه من سهم وقوس. بنشكر طبعا اي حاجه ضيفتنا العزيزه على تلبيه دعوتنا ليها ووجودها معانا النهارده تحديدا في قناه الزمالك دونا عن اي مكان تاني. وعموما ده مش غريب على برج العذراء، وهي كمان زملكاويه، برجها
جميل جدا جدا، انا بحبه على وجه الاخص يعني، منوراني ومشرفاني. اهلا بيكي. اهلا بيكي. هو فعلا زي ما انت قلتي على فكره، انا يعني طالعه النهارده سبيشلي بس عشان الزمالك. بنشكرك يعني. جدا، وده شرف لينا يعني، حقيقي شرف لينا احنا. ثانك يو حبيبتي. خلينا نبتدي بكلام، انا طرحت سؤال عام يمكن شويه، هندخل في تفاصيل التفاصيل دلوقتي. أوكي. بس خلينا نجاوب عن سؤال عام، هل فعلا الابراج ليها علاقه بتحديد سماتنا او تحديد سماتنا الشخصيه؟ بصي انا بشوف ان الابراج بتاثر بس مش بنسبه 100% طبعا. تمام. يعني هي بتاثر بنسبه من 80% لـ 90%. يفضل بقى 20% تربيه وبيئه ويعني كالتشر وثقافه، بس يعني نو واي ان هي تاثر عليكي بنسبه 100%. الحاجات التانية دي بتخلي فيه اختلافات ما بين برج وبرج. حاجه التانية ان كل برج بيتقسم لثلاث مجموعات. اول 10 ايام بيبقى واخد من البرج اللي قبليه. اوكي. تاني 10 ايام اللي هو السنتر بيبقى هو البرج يعني بعينه يعني. بعينه. اوكي. تالت 10 ايام او العشريه الاخيره دي بتبقى واخده من البرج اللي بعديه. كارف على بعض شويه. بالظبط. اوكي. فدي برده بتبقى مقصره، فعشان كده ممكن تقابلي مثلا 3 حمل او 3 افراد عذراء، تحس ان هم مش نفس البرسوناليتي، فتقولوا الله يا جماعه طب هم مختلفين. لا هو على حسب تاريخ ميلاده برضو بيفرق يعني. طيب يعني انت برضو جاوبتيلي على جزء الصراحة من السؤال اللي انا سألته، يمكن سألته في بداية الحلقة، هو فعلا لو انا مثلا حمل ومتربية في بيئة معينة وحد تاني حمل طلع حاجة تانية خالص، هل برضو هيكون في سمات مشتركة؟ ازاي اصلا بيكون في سمات مشتركة وهو متربي اسرة مختلفة، بيئة مختلفة، ثقافة مختلفة، فازاي ايه اللي بيجيب يعني، ازاي ده بيحصل اصلا؟ بصي انت حتى شوفيها مع اي اشخاص بتعاملي معاهم في مجالات مختلفة، هتلاقي اللي هي السمات الرئيسية مشتركة. يعني مثلا خلينا نبتدي برج الحمل مثلا. أوكي. الحمل برج انرجيتك كده، تحسي ان هو مليان طاقة وبيدي. انا عارفة ان انت حمل على فكرة. لا هي كنت بقول لحضرتك. فالحمل تحس ان هو طاقه، اي حد هتشوفيه حمل واتيفر مهنته ايه، بيشتغل وزير، بيشتغل يعني حارس عقار، بيشتغل، هو هتلاقي ان هو شخص كده بيحب يهزر، بيحب يدي فن كده، يحب ما بيحبش يبقى جد قوي، لا هو بيستمتع وهو بيدي طاقه للناس اللي حواليه، وتحس ان انت بتزهقش كده وانت قاعد مع برج الحمل. طب هو في فرق ما بين الراجل والست في الابراج؟ بصي بنسبه 70% ممكن يبقى فيه اختلاف، يعني في ابراج تحس الست بتاعتها اقوى من الراجل، وابراج تانية الراجل بيبقى اقوى، بس يعني بنسبه 70% بتبقى نفس الصفات. نفس الصفات. انا حاسه انه في موضوع الاقوى وكده مش عارفه ليه، يمكن دي حاجه من اللي انا اتعاملت طبعا، بناء الكلام ده مش علم تماما، ده بناء على تجاربي الشخصيه. الاسد بحس ان الست في الاسد اقوى من الراجل. بصي الابراج الناريه الست فيها اقوى من الراجل، يعني اسد وقوس وحمل الست بتبقى اقوى وشخصيتها اقوى وتبقى يعني ايه حازمه اكتر من الراجل. الابراج الترابيه بحس ان هم بارلل زي بعض، يعني مثلا تور وجدي وعذراء الراجل والست تحس ان هم متشابهين زي بعض شويه. أوكي. الهوائيين مثلا تبقى الست اقوى من الراجل، يعني دايما تحس الست الدلو، ست ايه راجل الدلو طيب قوي، لا الست الدلو ست حازمه كده شويه. بالظبط. اوكي يعني. طيب خلينا نبتدي بنصيحه لبرج، ونبتدي انت ابتديتي ببرجي، فانا ايه نبتدي ببرجك، انت برج العذراء. شايفه ايه يعني لكل الناس بقى العذراء النصيحه اللي هم محتاجين يسمعوها في سنه 2022؟ برج العذراء انا شايفه ان انتم محتاجين ان انتم تهدوا اكتر في اتخاذ اي قرارات ليكم، يعني العذراء من نوعيه ناس صبوره اصلا، بس يعني في فرص ممكن تجي لكم، حسن عذراء محتاج ان هو يركز في الفرص كويس ويدرسها كويس. تاني حاجه بلاش، العذراء بيثق في الناس بسهوله قوي، يعني هو شخص طيب بتحس ان هو بيدي ثقته بسهوله، لا احذروا من ان انتوا تدوا ثقتكم لاي حد، لان ممكن تتخدعوا في ناس كتيره وتتصدموا في ناس، فيعني ركزوا او ادرسوا الشخصيه اللي انتوا بتدوها ثقتكم. برضو العذراء محتاجين تركزوا في الشغل عندكم، لان عندهم اوبورتيونتيز كويسه قوي في الشغل، فمحتاجين ورك هارد يعني اشتغلوا كويس، عشان على قد ما بتشتغلوا على قد ما بتبذلوا مجهود هتلاقوا النتائج كويسه جدا يعني. ممكن برضو في حياتكم العاطفيه يعني بلاش اندفاع، برضو العذراء من الابراج هو مش سهل ان هو يقع في الحب، بس وانس ان هو خلاص بقى بيحب حد تحس ان هو بقى بيبقى معطاء بزياده يعني. ده حقيقة. بيبقى جذر قوي. بس انا كمان اختي عذراء، فالحاجات اللي بتقوليها دي بتطبطب. هو مش سهل قوي. بس اول ما بيقع قوي يعني. لا كده على طول. دي حقيقه. طيب اكتر الابراج حظا بقى في 2022 من حيث بقى، سواء من حيث الفلوس، من حيث العاطفه، من حيث الحياه عموما، الاستقلال، يعني
انهي اكتر بصي خلينا تكون متفقين 2022 ان شاء الله باذن الله تبقى افضل بكتير من 2021. نتمنى يعني 2021 دي كانت سنه كبيسه على كل المراحل، يعني ما اعتقدش ان في برج كان مبسوط قوي في 2021. ف 2022 تبقى افضل ماليا لكل الابراج، افضل عاطفيا لابراج كتيره جدا، بس الابراج الاكثر حظا بشوف ان برج الحمل. ماما يعني حلو السنه دي جايه عليا جدا، وخاصه الحمل من الابراج اللي عانت اخر 3 شهور في السنه، يعني 2021 كانت سنه كبيسه جدا على الحمل، صحيا عاطفيا عمليا ماليا كل حاجه، فتحس ان هي سنه تعويض بالنسبه للحمل. الحمد لله. ففي مفاجآت حلوه، في فلوس، في شغل حلو، في عاطفه كويسه، والحمل من الابراج اللي هيبقى النص الثاني هيبقى افضل من بعد يوم 11/5 الدنيا تبدا تظبط معايا. نستنى عادي ملوش اي حاجه، نستنى. طيب في حد تاني غير طبعا في برج الحوت، برج الحوت الاكثر على الاطلاق حظا، يعني هو بقى طول السنه انت عندكم ناس كتير قوي في تشان الحوت. عم شريف طبعا كمان برج الحوت، فده راجل سكر عموما. الحوت حظه حلو في برضه في كل اجواء حياته، بس يخلي باله من صحته في اخر 3 شهور، يعني اخر 3 شهور بس ممكن الدنيا تبقى عنده مش لطيفه في الصحه. يعني الحوت لو هحذره من حاجه هو السنسيتيفيتي او ان هو يكون حساس قوي بلس حالته الصحيه. تالت برج من الابراج الاكثر حظا برج الجدي، برضه برج الجدي كان سنه كبيسه جدا 2021 خاصه صحيا وعمليا وماليا. لا 2022 بالنسبه للجدي سنه الجواز، يعني ممكن الجدي يتجوزوا، عندهم مشاريع جديده، شغل جديد، فعندهم فرص كتير قوي وانجازات وارباح حلوه جدا بالنسبه للجدي. رابع برج برضو من الابراج الاكثر حظا سرطان، سرطان حلو في كل حاجه. انجي سرطان بقى. لا حلوه قوي قوي، وحلو في شغل، وحلو في عاطفه، وعنده سنه جواز كمان، بس سرطان ممكن احذره شويه من علاقاته العائليه. ومن علاقاته العاطفيه في اول السنه، يعني ايه بلاش انفصالات، بلاش يبقى مندفع كده ان هو يسيب البارتنر بتاعه، بس السرطان برده من الاكثر حظا. ممكن نقول عقرب برده عمليا حلو جدا جدا، العقرب برده كانت سنه وحشه قوي عنده. هو يعني حاسه ان العقرب يعني يمكن من اكتر الابراج صعب انك تتعاملي معاه بالذات في الستات. مش عارفه ليه، هو بصوا يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان برج العقرب اكتر برج الناس بتبعت لي تقول لي رشا احنا بنخاف قوي نتعامل مع برج العقرب. لا برج العقرب ده برج مخيف ومتعب، هو بس انتقامي شويه يعني. مشكله برج العقرب ان هو حنين. لا بصي انا مش عقرب على فكره. لا خلاص برج العقرب حلو على الستات. على الستات. لا بصي برج العقرب هو طيب وحنين وجدع جدا على فكره، وجيفر، بس هو مشكلته الوحيده ان هو سوبر بروتكتيف، يعني لما بيحب حد عنده حب امتلاك وحب سيطره بشكل جنوني، فلما حد بيحبه حد فكر يجي ناحيته بيبقى يعني هجومي جدا. اوكي. العقرب ما بيسيبش حقه، انتقامي بدرجه يعني رئيس جمهوريه الانتقام هو برج العقرب. اوكي. فده اللي بيخلي بس العقرب لو انت عامل زي يعني صار يعني التعبان كده انت او العقرب نفسه أو العقرب. هو مش هيأذيك الا لما انت تحاول تأذيه، غير كده هو هيبقى كويس معاك وصاحب صاحبه لطيف جدا. اصل في اجماع ان التعامل مع برج العقرب عموما في وده مشكلة. حقيقة يعني. مع الستات انا فعلا يعني في الاول كنت باخد الستات مع الرجاله، بس يمكن من اكتر الابراج اللي انا لا لقيت فيها اختلاف ما بين العقرب الست والراجل، ما بين الراجل والست هو العقرب. لا هو كمان الست العقرب مش بتحب تكون ستريت فور، يعني ما بتحبش تكون واضحه قوي، هي بتحب الغموض، يعني هي بتستمتع كده ان هي تكون غامضه ان ما حدش فاهم شخصيتها. هي دي بالنسبه لها حاجه بتديها باشن، فدايما الشيء الغامض اللي انت مش قادره تفهميها تخافي منه. فهي مشكله العقرب ان هو عاشق للغموض وحابب ان هو يكون غامض. طب من اكتر الابراج صعب في التعامل طالما حضرتك يعني مستثنيه العقرب بالنسبه. لا هو صعب بس صعب يعني بس لا من اكتر مش بقى. مش زي ما قلت ان هو مؤذي. اوكي. طب ايه بقى الابراج اللي لا يعني الواحد لازم يخلي باله وهو بيتعامل معاه؟ بصي مثلا عندك برج الجدي. ليه الجدي مش اكسبرسيف قوي؟ يعني الجدي مش من نوعيه الناس اللي بتعبر، هو برضه اي حد غامض هتخافي منه. ليه؟ أوكي. لما انت بتكوني بتتكلمي فانت بتوضحي شخصيتك، الشخص اللي قدامك يعرف يقراكي كويس. الجدي عنده ما بيتكلمش كتير، ما بيعبرش عن نفسه، بتخافي، وبيعرف يتحكم في انفعالاته ويعمل كنترول على مشاعره قوي جدا. فانت هو ساكت وهادي كده ما بتفهميش هو بيفكر ازاي. أوكي. وشخصيته قويه جدا جدا كمان، يعني الجدي من اكتر الشخصيات القويه اللي ممكن تتعاملي معاها في حياتك يعني. اوكي. تاني برج اللي ورا الجدي على طول الدلو. الدلو برضه ما بيحبش يبان على حقيقته، دايما الدلو تحس ان هو حاجه وبيبين لك حاجه تانية. ده نفاق. وبيعرف يتحكم في مشاعره وعنده قدره رهيبه على الاختفاء، يعني الدلو ده ممكن يبقى لطيف معاكي وحلو وكويس جدا
وفجاه تلاقيه اختفى شهرين ثلاثه بعد كده يرجع تاني، يبقى لطيف قوي وحلو جدا، هو بيروح ويرجع كده ومش عايز حد يمسك حريته. بس انا حاسه ان في ارتباط حاجه زي دي بتسمى توكسيسيتي، يعني ان انت تختفي وتظهر بمزاجك دي بتبقى حاجه اللي هو دي حاجه مش صحيه، حتى بيطلق عليها اسم علاقه غير صحيه، فدي بتبقى اكتر حاجه. عشان كده الناس كتير بتشتكي من دلو يعني، مع انه طيب وحنين وكريم، عنده صفات حلوه جدا، بس هو مش ستيبل، ما بيحبش كونسيستنسي، ما بيحبش الاستقرار كده، هو بيروح ويجي وعايز حريته. اي حد دلو، اي حد مرتبط بيه يا جماعه ادوا له حريته، سيبوه، ما هو كده مش هيبقى ارتباط. كده مش ارتباط، ده كده حاجه ثانيه خالص. هو طب يعني اشوفك ان شاء الله السنه الجايه لما هو يحب يعني، فدي أوكي. حاجه في حد ذاتها مش بتبقى مريحه. طيب على الجانب الاخر بقى، اكتر الابراج راحه وانت بتتعاملي معاها؟ طبعا برج العذراء. ده اكيد. لا انا بشوف الابراج العذراء حلو، حمل حمل برضه انا بحب العذراء الستريت فورورد اللي هي ايه، عارفه انت على طول. حوت كمان على فكره الست كويس جدا. رانا يعني حوت عندنا حوت الراجل متعب اكتر من حوت الست، تعرفي كده؟ بجد؟ لا حوت الست تحس ان هي انثى كده بالظبط كده، تحب تهزر وتضحك وتحب الحياه مع الحوت. فانا بحس ان الحوت برج حلو، بس هو دراماتيك شويه يعني، دي مشكلته، عارفه اللي هو ايه، مشكله قد كده حوت ليه بقى. لا ست وراجل الاثنين دراماتيك، اللي هو يعني بيكبر المواضيع شويه، حساس قوي قوي. اوكي بصي، هم الابراج الدراما كوين عامه، عشان بتسال السؤال ده كتير قوي، هم برجين انت تعرفيهم؟ لا. هو الحوت واحد منهم، تخيلي تاني برج ايه؟ تاني برج مين تعاملتي معاه حسيتي دراما قوي؟ هو المشكله ان اختي دراما، بس حضرتك عذراء فمش عارفه اقول عذراء. لا برج العذراء مش دراما خلاص. لا نستبعد العذراء. مين ممكن؟ لا مش عارفه. جوزاء سرطان. بجد؟ طبعا سرطان سنسيتيف وحساس قوي وبيكبر. افتكرت حد سرطان. اي حد عاطفي هتلاقيه دراماتيك. ليه بقى؟ لان الشخص العاطفي بيفكر بمشاعره اكتر من عقله، فبالتالي هو اي حاجه بيحسبها ايه، بيحسبها بعواطفه. اوكي. يعني هو هتلاقيه حساس اكتر، بس عذراء حساس والدلو حساس على أوي. فكره يعني، بس مش دراماتيك لو سمحتي، مش دراماتيك خلاص. هو الستات يا جماعه، انا حامي حمى برج العذراء يا جماعه. لا براحتك، كده كده ده استضافتنا، فتقولي انت عايزاه. طيب ايه اكتر برج صعب في العلاقه العاطفيه يعني؟ صعب. بصي هو كل واحد بصراحه صعب من ناحيه، يعني مثلا اقول لك على حاجه، برج القوس مثلا، القوس ممكن يكون صعب لانه ما بيحبش الكوميتمنت، يعني برج القوس ما بيحبش الالتزام. اوكي. تحس ان هو مش بيهرب من الدلو، ما بيحبش الكوميتمنت برضه، تحس ان هو لا مش عايز كوميتمنت، عايز حريتي. فكل برج هتلاقي فيه حته بتخليه صعبه بطريقه ما. عذراء متسلط مثلا، عذراء عايز كل حاجه تمشي بمزاجه وغيور جدا. اسد وتور وجدي، الثلاثه غيورين ومتسلطين وعنيدين. دلو برضه عنيد. حمل عصبي شويه واندفاعي. حمل اول ما اتخانق مع حد يقول طب مش عايزين نكمل، اسرع واحد ممكن يا جماعه يسيب حد. شكرا. يسيب بسرعه جدا اي خناقه، طب يلا نسيب بعض. برج الحمل مش بقدر والله فعلا. ايوه هو خلاص، لا كرامتي مش ماشي، مع اني مش ببقى حاسه بده قوي، يعني اللي هو انا دلوقتي عايزه ده، بس بعديها بحس خلاص بس بيهدى بقى. ما هو مشكله الحمل، اقول لك الحمل والقوس مندفعين جدا، دول بقى اللي هو متهورين، ويعملوا الغلطه بعد كده يندموا ويقولوا ايه ده يا ريتنا ما عملنا كذا، يعني بيندموا بعد كده، بس هم بياخدوا اكشن سريع قوي. يعني الحمل بياخد اكشن بسرعه والقوس من غير ما يفكر يعني. مندفع، دي حقيقه. طب احنا في ابراج معينه ذكرناها، في يعني ابراج ما جبناش سيرتها، مثلا الاسد مثلاً. الاسد مش عارفين ايه صفاتها، يعني الست، انا اتعاملت مع ستات كتير اسد، دايما فعلا زي ما انت قلتي شخصيتهم قويه. فايه اكتر الحاجات او الصفات اللي بارزه عند برج الاسد؟ كاريزما، يعني تحس عندهم حضور كده، اي حد اسد يحضر تحسي كده ان هم بيلفتوا الانتباه. عندهم قدره كده على جذب الانتباه رهيب. ستايلست قوي يعني، بيلبسوا حلو جدا، بيهتموا بالشكل. عندنا حد اسمه عصام عظيم الحقيقه. بيحبوا يجربوا اتنشن. حمل كده يعني بيحب كده انا موجود، فين الاضواء يا جماعه. وبيحب يكون اندر سبوتس، ما بيحبش يكون شخص عادي. شخص حنين على فكره، الحمل حنين جدا، مع انه ما يبانش ان هو حنين من بعيد، بس ما تقربي من حد اسد هتكتشفي ان هو وحمل. يعني الابراج الناريه ما بيبانوش من، يعني بيبانوا حاجه قوه قوي وصلب، بس اول ما تبقي كلوز ليهم تحسي ان هم لا في حنيه وفي طيبه وفي، فهم بيدوا امبريشن مش صح قوي في البدايه. ومثلا اتقال عليه مغرور، انا عمري ما شفت الاسد مغرور، بس بشوفه هو بيعرف يدي الهاله، ده اللي هو انا الاسد شايفيني يا جماعه، بس في الاخر لا. مين طيب الابراج المغروره؟ مغروره جدي، جدي عارف قيمه نفسه قوي، انا مش هقول مغرور، بس هو واثق في نفسه جدا. يعني اول امبريشن او اول انطباع تاخديه عن برج الجدي ان هو شايف
عارف قيمه نفسه، عارف هو، عارف هو رايح فين، واثق في نفسه، ما بيتكلمش كتير. فانت طبعا هتشوفي الجدي لا هو شايف نفسه. برج الثور، برج الثور في البدايه اول ما تتعاملي مع اي ثور هتلاقيه برضو تحسي ايه ده انت، انت مين يا عم انت، بالظبط هادي وراسي وعارف قيمه نفسه قوي واثق في نفسه جدا. انا بشوف العذراء مش مغرور، مع ان ناس كتير قوي بيقولوا على العذراء مغرور، يعني ابراج انا عذراء بشوفه اول امبريشن، اول انطباع تقول عليه مغرور، شايف نفسه، اول ما تقرب منه تلاقيه طيب جدا برضو. حمل، حمل من بعيد يتقال عليه مغرور وشايف نفسه، اول ما تقرب منه تحس ان هو لا في منتهى الفلكسبل ولطيف جدا. لا يعني ممكن يعني انا برضو كل ده انا بيجي لي فلاش باكس من طبعا من الناس اللي عارفاها، يعني الجدي الصراحه انت عندك حق جدا جدا، فكره انا اتعاملت مع جدي في حاجه، انا عندي مشكله مع الجدي رهيبه الاولى على الهوا فاهمه، بس عندي مشكله مع الجدي فعلا رهيبه، بس فعلا العذراء لا يعني اول امبريشن عنك لا كان جميل جدا. مش احنا مي كمان عندنا عذراء يعني تواضع الدنيا المكيره بتاعتكم عذراء، انا خدت بالي قابلت عذراء كتير يا جماعه كتير قوي. طب الجوزاء بقى يعني طبعا احنا يعني الجوزاء طالع بتطلع عليه اشاعات تفوق خلاص ان احنا نبتدي اصلا نركز في تفاصيله، بس هل فعلا دي صح يعني كل الجوزائيين؟ طب هقول لك على حاجه، محمد صلاح برج الجوزاء فول ستوب خلاص، يعني بصي الجوزاء ده طموح جدا زي الحمل، انرجي كده وطاقه وذكي جدا، يعني حذاري تستهينه بذكاء برج الجوزاء، متحدث لبق، عنده قدره رهيبه وفلكسبل، شخص مرن تحطيه في اي بيئه هيعرف يتاقلم فيها. ده صعب قوي. هو عنده مود سوينج، هو مودي جدا وما بيعرفش بيزهق، يعني عايزه اقول لك انا عندي صاحبتي جوزاء ممكن نبقى خارجين ورايحين في مكان لا انا زهقت احنا لسه ما قعدناش اصلا، صاحبتي احنا رايحين في الطريق رايحين لحته لا خلاص ولفينا ورجعنا بجد احنا كنا على كوبري اكتوبر خلاص احنا متجهين لا خلاص، وبجد لدرجه ان هو بيقلب المود اللي قدامه اصلا يعني خلاص هو قفل فانا هقفلك. هم صعب قوي. هو وكمان اقول لك على حد مودي مش هتتخيلي اكتر من الجوزاء، مين؟ سرطان. بجد سرطان مودي ومزاجي اكتر من الجوزاء بكتير جدا. طب طلعنا ظالمين الجوزاء يعني. لا انا الجوزاء دول جمال، بس هم ما فيش مواعيد، ما تاخدوش مواعيد يا جماعه من اي حد برج الجوزاء عشان هتندموا، يعني هتندموا دي حقيقه، يعني مواعيد مع الجوزاء فعلا. لا يعني هو مش بيلتزموا، ما بحبوش اصلا، والقوس، قوس مواعيده مش برضو مش حلوه قوي. مين مواعيده مظبوطه؟ طيب مواعيد تور، جدي مواعيده مظبوطه جدا. اوكي لا دولت جدي اللي هم الابراج الترابيه. اسد كمان مواعيده مظبوطه. طيب نروح بقى للزمالك. في بقى طبعا كام لعيب كده عايزين نعرف هل فعلا انتمائه للبرج ده ليه علاقه بادائه في الملعب، يعني مثلا لو يكن شيكابالا مثلا، فخصائص بقى شيكابالا كمان هو مواليد 5 مارس، في 5 مارس ده حوت، 5 مارس ده حوت صح كده، فيعني هل بقى ليه علاقه بان هو حوت باللي هو يعني بادائه بشخصيته اباتشي وقائد يعني. بصي هو انا بشوف طبعا ان شخصيه شيكابالا، انت قلتي برج الحوت، احنا يا جماعه انا بحب شيكابالا جدا، وعلى فكره انا one of his biggest fans، بس انا خلوني اكون موضوعيه بقى. تمام. هو برج الحوت شيكابالا طيب جدا و سبونتينيوس، يعني على طبيعته تلقائي، هو بيتعامل، انا بحس ان شيكابالا بيتعامل مع بروح الجمهور مش بروح اللعيب، فهو عشان عاطفي بحس ان هو بيفكر كده، يعني بيتاثر جدا بال، يعني شخص ايموشنال اللي هو ايه سهل التاثير عليه، يعني سهل ان هو ايه ردود افعاله بتبقى سهل التاثير عليها. شيكابالا لعيب مؤثر جدا في نادي الزمالك، يعني انا بشوف روح الزمالك هو شيكابالا. ممكن دي بس يعني النقطه اللي بحس انها حوت قوي، ان هو برج الحوت برج حساس، فشويه ايه حته الجماهير ممكن تاثر فيه. بالظبط. بس هو شخص طيب جدا، شخص كريم جدا، وبحسه بيحب يساعد الناس، الحوت عنده عشق وحب ان هو يساعد الناس، هو كمان بحس ان هو عنده حته اللمسه الاخيره. أوكي. الحوت شخص تكنيكي كده، بيحب عنده لمسه الابتكار، عنده ما بيحبش يكون هو ليه عالمه الخاص، ليه طريقه تفكيره الخاصه. فالحوت كمان سبورتيف، يعني مش اناني في الملعب، تحس ان شيكابالا لا ممكن يبقى كمان هو فعلا، يعني لو طبقنا ده على ارض الواقع شيكابالا كمان خارج الملعب سبورتيف جدا، وهو دايما بيحب بيدعم اللعيبه، دي حقيقه. انا بس النصيحه اللي انا ممكن اقولها لشيكابالا في 2022، على فكره هي هتبقى سنه قويه لان هو حوت، فالحوت الاكثر ابراج حظا، اللي هو يعني حاول ان انت تبقى تركيزك اكتر مش في الحاجات الخارجيه، يعني ولا ميديا ولا جمهور، لان الناس دي بتبقى عارفه ان انت قوي مؤثر، فعايزين ياثروا علينا كزمالك. واحنا وانت انت مهم جدا بالنسبه لنا، ووجودك مهم ان
ان شاء الله يكون او هو يسمع ده، وان شاء الله فعلا ان هو دلوقتي في عوامل خارجيه كتيره فعلا بالزبط. بتحصل فان شاء الله. هقول لك على حاجه يعني بره الابراج يعني انا بحس ان احنا محتاجين على فكره في مصر الكالتشر بتاعه اللايف كوتش او الشخص السايكاتريست في مع اللعيبه دي موجوده بره. ليه بقى؟ لان في ناس ممكن العوامل الخارجيه او البيرسونال حياتهم الشخصيه تاثر على حياتهم في على البرفورمانس بتاعهم في الملعب. يعني في لعيبه ممكن يكون عندهم مشكله خارجيه دفنتلي بنسبه 90% هتأثر على طريقه لعبه وهتأثر. فبحس ان زي ما في دكتور ودكتور علاج طبيعي حسن لازم يكون اتليست في سيشن سايكاتريست. اتكلمنا كتير جدا بالزبط. فعلا من الفتره اللي فاتت عن الموضوع ده وهو مهم، وده مش هيكون هو مش هيقعدك على شازلونج ويسمع منك، لا يساعدك بس انك ازاي تستخدم عقلك مع جسمك في الملعب. او انت تطور من نفسك، يعني انا بحس ان اللعيب لازم يطور من الفتنس بتاعته، لازم يطور من نفسه كتكنيك، اللي يطور من طريقته في التعامل مع المشاكل جوه. طبعا دي مشكله ممكن تاثر في اللي هي انذارات والطرق دي بتبقى داخل فيها برسنتج من شخصيه اللعيب. دي حقيقة. يعني مثلا عندنا انا مين بحبه جدا في طريقه تعامله في الملعب؟ زيزو. زيزو يا جماعه برج الجدي، زيزو لعيب هادي بيعرف ازاي يلعب على الكوره، يعني مش من غير احتكاكات، من غير زيزو عنده برضو قدره على ان هو يتحكم في اعصابه حلوه جدا، والدليل على كده ان دايما لو انت خدتي استذكرتي كده اي ضربه جزاء مين اول واحد بيدخل يلعبها؟ زيزو. عشان قدرته ما شاء الله الحلوه جدا، وده جدي على فكره ان هو بيعرف يتحكم في اعصابه في الاوقات الحرجه. فده بسبب هدوءه ان هو مش سهل استفزازه ومش سهل عصبيته، فده جدي. شفتي ده برضو حاجه بتاثر على شخصيته، فيحب طريقته تعامله جوه الملعب، طريقه تعامله في الملعب فعلا شخص واثق هو بيعمل ايه. وقبل فعلا ومثال ضربه الجزاء فعلا ده مثال. ايوه انا بركز في الموضوع ده، انا قعدت ادور. أيوة. تعرفي ان انا كنت بتفرج، لان انا كنت عايز اعرف ليه كل مره سبحان الله، يعني اكيد هو اللعيبه كلهم تكنيكلي عندهم القدره انهم بس عايزه حد عنده تمالك اعصابه جباره، لان ستريس مش طبيعي. انا رحت عملت سيرش قلت هو جدي. دي حقيقه. فعلا هو زيزو فعلا بيتميز قوي بحاجه زي دي. طب طارق حامد، طارق حامد هو مواليد عقرب. لا طارق حامد عقرب ميزان. بصي طارق حامد ده انا بحس ان هو ليدر، عنده شخصيه القائد كده وفايتر، هو بيجي هنا ويروح هنا وده عقرب بجد. ولما بيحط حاجه في دماغه بيوصل لها، يعني بيوصل لها. اوكي. هو كمان يعني طارق حامد، لا انا بحس ان هو روح يعني احنا بالنسبه لنا هو تقريبا خط وسط الزمالك ايكوال طارق حامد. دي حقيقة. وبعدين عنده ميزه تانية ان هو بيعرف مش اعتمادي، يعني عقرب بيعتمد على نفسه اندبندنت كده. طارق حامد ممكن لوحده يشيل نص الملعب، يعني انا بشوف ان هو عنده قدره ان هو يعني يعرف يشيل اخطاء الناس التانية. اوكي. مشكله طارق حامد بصي هقول لك على حاجه، بصي طارق حامد وشيكابالا الاثنين ابراج مائيه. اوكي. ايه بقى مشكله الابراج المائيه؟ ان هم ايموشنال، فتحسي ان طارق حامد شخص غيور على الفريق بتاعه. أوكي. وبالنسبه له موضوع حياه او موت، فدي برده بتخليه شويه بيبقى ايه بتاثر يعني اندفاعي. سهل. ايوه سهل ان هو يكون اندفاعي، او مثلا ممكن ياخد انذارات الحاجات. أوكي. دي لان هو بيبقى دي حته برده انفعالي شويه. بالظبط انفعالي، او مش عايز اقول هو ممكن يتقال عليه اجريسيف، بس انا مش بحسه اجريسيف، هو اسرتيف يعني حازم، هو مش عدواني بس هو حازم كده. اوكي. طيب تنصحيه بايه؟ طيب احنا نصحنا شيكابالا وما صحناش زيزو وطارق، يعني زيزو كان جدي، تنصحي البرج الجدي بايه؟ او تنصحي زيزو على الوجه الاخص بايه؟ زيزو ستيك كونسيستنت، يعني خليك زي ما انت. هو زيزو ما شاء الله بحس ان هو من اللعيبه اللي يعني هو ثابت، فخليك ثابت وطور من نفسك. اكيد حاجه كويسه ان انت تكون يعني كمل تطوير في نفسك والفتنس بتاعتك. انا بشوف زيزو عنده اللي هي الكالتشر، عنده الثقافه الاحترافيه، يعني زيزو يعرف يكون لعيب محترف قوي جدا يعني. فانت كمل تطوير في نفسك وكمل ان انت بطريقتك، يعني زيزو ما عنديش مشاكل كتير جوه الملعب معاه يعني. اوكي. طارق حامد انت بالنسبه لنا انت لعيب ثابت، وانت 8 سنين تقريبا افضل حد في خط الدفاع انا بعتقد في مصر كمان كلها طارق حامد. هي بس الحته الوحيده اللي هو المانجمنت بتاعه الانفعالات. أوكي. اللي هي بتاعه برج العقرب، يعني ان هو برج مائي فحساس فعاطفي في الحته دي الانفعالات بس. اما طارق حامد كتكنيكال زيرو كومنت، يعني محدش يقدر يكومنت عليه اصلا يعني. طيب نروح بقى مصطفى فتحي. مصطفى فتحي غالبا في شهر 5 12/5 ده برج الايه؟ الثور. الثور صح؟ كونسيستنت، يعني تحس ان هو يعني برضو ثور زي ما هو، مش سهل غضبه، مش سهل ان انت تاثري عليه، بيتحكم في انفعالاته برضو. انا نصيحتي ليه بس ان هو يشتغل على الفيتنس بتاعته اكتر ويطور من نفسه. أوكي. اكتر. طيب في ابو جبل برضو برج الدلو. بالظبط.
انا ابو جبل بقى عايز اقول نصيحه مختلفه تماما. هو من احسن حراس المرمى في مصر، وانا بشوف ان هو تكنيكلي كويس جدا، وبالاحصاءات والنمبرز هو لو احنا قارناه بحراس المرمى في مصر احنا هم اولموست ذا سيم. مشكله ابو جبل بالنسبه لي ميديا. ليه بقى؟ هم بيقارنوه كتير قوي، في مقارنات بتحصل كتيره جدا. اوكي. فلا انا عايزاه يكون واثق في نفسه جدا وما يتاثرش بالعوامل الخارجيه، لان انت اصلا شاطر وانت اصلا تكنيكلي كويس جدا، وبالارقام وبالحسابات وبالاحصائيات انت من احسن حراس مرمى في مصر. فاي بقى كلام بيتقال كتير عن طريق الميديا الاخرى مقارنه بحراس مرمى في انديه تانية، لا انا شفت قبل كده يعني اعلامي كبير قال مش عارفه حارس المرمى الفلاني في حته تانية، كان بيقارنه بابو جبل، مع ان انا بيني وبنفسي سالت سؤال واحد بس كويشن مارك، هو انا لو قارنت، انا بتكلم لما تقول كلمه زي دي هات ارقام حطها قدامي. لا هو مش ما ينفعش تقول على حد كده. زملكاويه قوي انت. بقول لك ايه؟ زملكاويه قوي. يا جماعه انا بابايا اهلاوي، انا عايزه احكي لك قصه زملكاويه. انا كمان والله. بابايا اهلاوي حاول معايا من وانا عندي 3 سنين، انا عيله مامتي زملكاويه جدا وعيله بابايا اهلاويه جدا، فانت عارفه بقى لو انت صغيره انا حبيت الوايت بقى اللي هو وانا صغيره ريد ولا وايت؟ لا انا وايت. فبابايا يقول لي يا رشا يعني بي ريد، لا انا وايت يا جماعه. فاحنا عندنا يعني لا انا كنت زملكاويه، وممكن يعني لا بالنسبه لي الموضوع يعني ممكن ياثر على نفسيتي موضوع ان الزمالك كسب او خسر، ف انا فايتر بالنسبه للزمالك. والله انا فعلا اخده بالي من كلامك كمان وحمقتك، لا ومركزه كمان في التكنيك وفي أيوة في النمبرز. انا بغير على الزمالك، عارفه بحس ان انا لا انا عايزه ماي تيم يبقى ذا بيست، وما بحبش حد يتكلم، يعني نفسي ان الزمالك ده يبقى احسن. يعني لو انا عندي ادفايسز وعندي حاجه اقدر اقدمها انا عمري ما هتاخر، فببقى مبسوطه قوي لما احنا بنتطور ونبقى افضل والدنيا واللعيبه يبقى في مستواهم احسن، دي حاجه بتاثر عليا نفسيا طبعا وتخليني مبسوطه. ما اكيد طبعا، عشان كده انا اخدت بالي اصلا من كلامك في طريقتك كده، في فاشن رهيب الحقيقه. طب اخيرا كده هسالك سؤال، لو الزمالك خليناه ليه برج يكون البرج ايه؟ الزمالك هخليه برج الثور. برج الثور. اشمعنى؟ عشان هو الزمالك بحس ان هو فايتر، يعني الزمالك كونسيستنت برضو، يعني احنا مهما بنقع بنعرف نقوم تاني. في ناس كتيره في تشويش كتير، بس احنا بنعرف نشتغل على نفسنا ونطلع تاني. كل ما اكيد في وقعات، واي حد في الدنيا بيعرف بيقع اكيد، بس احنا بنعرف نلملم اشنقنا بذكاء، دي حقيقة، بنعرف نقوم ونقع واحسن كمان. احنا خدنا الدوري وان شاء الله بالظبط، وان شاء الله السنه دي كمان ناخد الدوري. توقعاتك لمنتخب مصر في افريقيا؟ بصي انا شايفه ان احنا هي المجموعه بتاعتنا مش صعبه قوي، بس يعني they have to work on، يعني لازم يبقى في ماتش مع صلاح، يعني ان اللعيبه يبقى في كيمستري ما بينها وبين صلاح. صلاح ده ثروه، او اللعيبه المحترفه لازم يبقى في اللي هو تمرينات ويشتغلوا على الكيمستري اللي هي الكيمياء ما بين اللعيبه في الملعب، دي احنا لو اشتغلنا عليها. شوفي صلاح بيلعب ازاي مع ليفربول، احنا لو استغلينا القدره بتاعه صلاح واللعيبه، واحنا كمان عندنا اللعيبه اللوكال كويسين جدا، بس هاو تو ان هم يتناغموا مع بعض في الملعب سجام. يعني دي حقيقه طبعا. يعني انا اتبسطت جدا جدا، ده الدنيا يعني الوقت عدى بسرعه جدا جدا، وفي تفاصيل انا كنت عايزه ادخل فيها معاكي بس مش عارفه ازاي الوقت عدى بسرعه. شرفتيني ونورتيني جدا 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 طبعا استاذه رشا. ثانك يو ميرسي، انا كمان اتبسطت قوي معاكي النهارده. ميرسي يا حبيبتي. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده بكره من برنامجكم وبرنامجنا نهارك.